صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الحبيب، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه يوما فقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل رجل، فلما كان من اليوم التالي قال نفس المقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل هذا الرجل، وفي اليوم الثالث قال: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ودخل نفس الرجل، فاستفز ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأراد أن يعرف الحقيقة وحقيقة هذا الرجل، أي عمل قد أوصله إلى هذا الحد وأوصله إلى الجنة. فجاءه عبد الله بن عمر في بيته ضيفا لمدة 3 أيام، ولم يجد منه كبير عمل، يعني لم يجد منه صلاة زائدة ولا صياما زائدا ولا أعمالا صالحة ولا عبادة زائدة على الصحابة. فقال له: لقد خرجت علينا في كل يوم بعدما قال رسول الله: سيخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فقال الرجل: لست كبير عمل كما ترى، ولكن أبيت وليس في قلبي غل أو حسد لأي أحد. هذا هو. ينبغي أن نسأل أنفسنا: هل نحب الخير للناس؟ هل قلوبنا فيها صفاء للناس؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب الخير للناس، بل علمنا في دعاء الصباح والمساء كما روى الإمام أبو داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. بعض الناس يقول: ولكن بعض الناس تؤذيني، وهذا مبرر لي أن أهجرهم وأن أرد عليهم الإساءة بالإساءة. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وأحسن لمن أساء إليك. القوة ليست أن ترد الإساءة بالإساءة، ولا أن تنتقم من الناس انتقاما فيه تشفي، ولكن القوة أن تمارس معهم العفو وكظم الغيظ، وأن تمارس معهم الإحسان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الحبيب، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد.